بس داخلية كانت مسيطرة على الانتخابات، وما كانتش فما حتى شفافية، وما كناش نعرف النتائج الحقيقية. كان فما التزييف على كل فصيل، يعني احنا كنا يلزم مقطع مع التقليد هذا، انه نعطيه مهمة الإشراف على الانتخابات وزارة الداخلية. وأنا أعتقد وكنت من الناس اللي يعتقدوا أنه يلزم هيئة مستقلة، معناها هي عندها طبيعة قانونية مستقلة عن الوزارات، أما الوزارة الأولى ولا الوزارة الثانية، ثم هيئة تتكون من ناس ما عندهمش حتى انتماء. هنا شفت عن طريق الصحافة نص بيقدمه عبد الرزاق الكيلاني، وكنت مستاءة فيه. علاش؟ لأنه النص هذا يغلب الانتماء الحزبي واختيار الأعضاء من الكتل، الكتل اللي موجودة في مجلس التأسيس. يعني إذا شنو اللي باش يصير؟ هما يحبوا تكون تتكون من 7 أعضاء ويتم انتخابهم من الكتل، يعني في نهاية الأمر من 7 أعضاء اللي عندهم فرقة الأحزاب، باش نرجعوا إلى الولاء، إلى منظمات، إلى هيكل يمكن يفقد استقلاليته. دونك أنا نقول يمكن اليوم هام جدا أنه نقدموا مشروع آخر، مشروع بديل، نقدموا مشروع ولا نراجعوا المشروع هذا، يعني نقدوه ونرجعوه ونقولوا يلزم ما نخليوش الأحزاب تختار أعضاء الهيئة، لازم نبقيو على الهيئة ما نرجعوهاش للوزارة الداخلية، لكن يلزم نراجعوا تركيبتها ما فما حتى مشكل، أما مش نخليو الكتل في المجلس التأسيسي تختار الأعضاء والضمانات تكون في، يعني تكون الهيئة هي هيئة دستورية، وإحنا هنا عندنا التنظيم المؤقت للسلطات العمومية اللي تقضي بتأسيس هيئة مستقلة للانتخابات. كي تكون عندها هي صبغة دستورية، تولي يلزم احترامها، لكن يلزم زادة ضمان أنها تركيبتها تكون تركيبة من مستقلين، وتركيبة من ناس تتوفر فيهم بعض الصفات، خاصة صفة النزاهة وصفة الخبرة والاستقلالية، وطبعا هذا هام جدا. أنا بالنسبة لي الضامن الأساسي أولا هو هذه الصفات، ثم الضامن الآخر هو دور المجتمع المدني. المجتمع المدني هو اللي باش يصر على أن لا تتجاوز، أن لا تتجاوز هذه الهيئة مهامها وتزور الانتخابات.